لو الحكاية فيها إن فيتو طلب في الجامعات هذا القانون يخاطب كل التحركات الاحتجاجية، وبالتالي بدأ تطبيقه على العمال اللي بيحتاجوا ضد قرارات الإدارات الظالمة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية. هذا القانون جاء لحماية الفساد، لحماية السلطة الحاكمة، وجاء لوضع الثوار في الحدود. طريق الثورة والقوى السياسية والثورية المنضوية تحت لواءها تؤكد ان مفيش اول تحركات ليها ضد هذا القانون. كان اول تحرك لينا ان ظهرة خرجت من ميدان طلعت حرب قبل ان يصدر اعتراضا عليه، والنهاردة بنكمل مسيرتنا من اجل اسقاط هذا القانون، وبالتالي اخلاء سبيل والافراج عن كل من تم حبسه او الحكم عليه بناء على هذا القانون الظالم. النهاردة هيتكلم في المؤتمر محمد كمال عن المعتقل احمد ماهر لعرض تفاصيل وقضية احمد واعلان التضامن مع كل المعتقلين وفقا لهذا القانون.